وينجار 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 عبيطيك الدمع عيني وينجار على المكتوب برض الطف وينجار على السجاد يتقيد وينجار وينجار على الناقة ويجر حسرة شجية يا والله على الناقة ويجر حسرة يا شجية. بارك الله بكم مأجورين اللي حبي واسي صاحب العصر والزمان بمصاب السجاد يوقف على حيله ويشارك بالعزاء. بارك الله بكم مأجورين. يا حسين ومصابه يا حسين ومصابه لجل العين سجابه يا حسين ومصابه يا حسين ومصابه يا حسين الشباب وزينبتي وين ويتنادي يا حسين ما شاء الله وانصاب واخويا الدهر سابيني يا حسين بعد شباب اشوف ما تحكي ليش ما تحكي يا حسين ومصابه يا حسين ومصابه ويا حسين يا الذكرك بطرف لساني يا حسين بطرف لسانك يا ولام ويا حسين يا الذكرك بطرف لساني وحاشاك لن يوم الوعد تنساني يا حسين ومصابه يا حسين ومصابه سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنواره سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنواره جاوبنا يا الموعود من الغيبة يمت تعود والطالب بثارة تحفظ المستهل وتشارك وتنادي صاحب العصر والزمان إن شاء الله سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنواره جاوبنا يا الموعود من الغابة يمت تعود والطالب بثاره والطالب بثاره سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنواره جاوبنا يا الموعود من الغابة يمت تعود والطالب بثاره والطالب بثاره سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنواره جاوبنا يا الموعود من الغابة يمت تعود والطالب بثاره والطالب بثاره سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنواره جاوبنا يا الموعود من الغابة يمت تعود والطالب بثاره والطالب بثاره
سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنوارة جاوبنا يا الموعود من الغابة يمت تعود والطالب بثارة والطالب بثارة هسألك سادس سادس بدر مفقود شفنا الليالي ما شاء الله ما شاء الله غابة أنوارة يشتي ينسى يا جريح يا طاعنا يا طابره مصايبكم تحركي الميت بقابره اشتي ينسى من الدهر ظل عمك الزهره اشتي انسى من الدهر ظل عمك لو طابرت عليل تيركت أليف حسرة لو تنسى الحسن وبجبدة الجمرة لو جسمي تغسل من دم نحره لو جسمي تغسل من دم نحره ريتك جينت وتشوف عسكر إجاه صفوف ونجرد أشفاره يا البن صابر موصوف للغابة يمت تعوف والطالب بثاره والطالب بثاره سادس بدر مفقود شفنا الليالي هلا بيهم هلا بالشباب الوعد يا يوم يا ابن العسكري وتيظهر وتيرسانت حروب يا المهد تتصدر إليك ثارت غير الظيل علي مكسر وغير الطابر ذيك صوبت منو وغير الطابر ذيك صوبت دايان وغير الحسن ويحسين لذيك وذار إليك ثاريل مشاو يا العايلة ميسار إليك ثاريل مشاو يا العايلة ميسار من لوعة السجاد نار القلب تزداد ما تنخمد ناره عين الله بالمرصاد لابد يجي الميعاد والطالب بثاره والطالب بثاره سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة أنواره عقوب ما ذيبح ويل مظلوم وعوانه
وتهاويت بيل مصاري عجيت اثفيت يانه عقوب ما ذيب حويل مظلوم واعوانه وتهاويت بيل مصاري عجيت اثفيت يانه هجم جيشال ومي بفزيع فرسانه ومضاربكم احرق هيب لهب نيرانه والسجاد ينظر نار صوانه غدت تسعر مثل جمرات احزانه قلب العيلي الاحتار يحمل جمر يا نار من شنو الغاره وجدك يريد الثار وتجرد البتار وطالب بثاره وطالب بثاره السادس هلا 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 بيهم شفنا الليالي السود من غابة انهارت جاوبنا نظر يا صاحب الزمان للغيبة يمتى تعود وطالب بثارة وطالب بثارة يشوف حسيا دامي على مثل ضيل عم صدر بكربلا هيشمو يشوف حسين دامي على الأرض تركو مثل ضيل عم صدر بكربلا هيشمو ايوي السجاد جدك ممتحين خلوه عليل بنار وخيول وزلم حاطه عليل بنار وخيول وزلم حاطه ومثيل ما سبوه على الرموح شالوه على نياقيل يسور جدك علي حمله على الغبرة عاف بدور محزوزة من هنحور والعائلة يسارة ودم جدك المهدور يا المهدي يمتى تثور والطالب بثارة والطالب بثارة سادس بدر مفقود شفنا الليالي السود من غابة انوارة جاوبنا يا الموعود للغيبة يمتى تعود وطالب بثارة وطالب بثارة بسور مشوه ويا العيلة والأيتام وحمل له عتل الكوفة ونايبات الشام هي مرت على العليل الصعب وشد ايام وايام اليسور كل يوم جاني بعام ايام اليسور كل يوم جاني بعام عقوب ذيك مصيبة مصيبتي الأكرام رجع على أرضي المدينة بفاجعة وآلام من الدنيا شاف الويل ما
عنده مهجة وحيل وذهلة أفكاره يا ساعة يقضي الليل وتسرج ظهور الخيل والطالب بثاره والطالب بثاره سادي سادس بدر مفقود شفنا الليالي من غابة أنواره جفني لو تطافح عيداً على يوم صعب عليلي اللي قضى بي السم غدار مسموم أنا ويبقلب مراري الهم وحتى قابر يبني العس كريت هالدم وحتى قابر يا ابني العسكر الدم وانك تظهر وتكشف السحاب الغم تروح تشوف قبر موحش واظلام هذا الامر مقسوم حتى القبر مهدوم بس ظلت اثاره يا حجة القيوم يمت الفرج يا يوم والطالب بثاره والطالب بثاره سادس بدر شفنا ليالي السود بالغابة انواره يا ينوان صاره اي مثلك ظل جليسي الدار الي الي نوح وينهاره مسموم يا ابو الغيظة مسموم يا ابو الباقر مسموم اي من ظل بقليم يا دين اي يبجي ويهيل دمع العين يقول اشرح بالماي شلون اي وحسين خيرام من مسموم يا صار الجدل عدلكم
وانت اعلم باسراره مسموم يا ابو الباقي مسموم يا ابو الباقي رومين يسمع حجي الواديم دمعيه على خدوده يقيل لي الهل نبي يعقوب اي واحد كان مفقوده اي ولاده تعيش عنده ويعلم كان بوجوده اي شعبي الراس من عنده ودمعيه العيلة خده وظهر يتقوس الفقده وكل يوم يمر جبريل ويتعنى يا بخباره مسموم يا ابو الباطير مسموم يا ابو مهيوم غير الوحيد وسبعين وغير الطيب العبد الله يا اخويا وغير ابويا حسين شفيتهم على الارض نومه بذاك الحرب لا تكفين يا هل وادم تلوموني ولمن ينخيط فلوني شفت عباس بعيوني شفت عباس بعيوني وقيطعوا يمي العيدوان فوق النهار وسارة مسموم يا ابو الباقير مسموم بيت الدعاء باقير والله ما تصيد عيني يا هالوادي بالعين ماتي اي ويلا اذكر مصيبه هين اي واذكر لو عيت خواني عقب ذاك العظم ويرضم ايش اللي بعد بحياتي اروح بالبيسر وانقال وطبي المجلس ابن زياد يقول لي يا علي السجاد يقول لي يا علي بعد يقول لي يا علي السجاد ابوك يحسي انت وينه وجيت المجلس ساره مسموم يا ابو الباقير مسموم خادم حج خادم عقير والله ما تصيد عيني يا هالوادي ميل عماتي يا الا اهوي الا اذكر مصيبه هين اهوي اذكر له اخواني عقب ذاك الهضم ويرضم ايش اللي بعد بحياتي اروحا باليسر وانقاد وطبي المجلس ابن زياد يقول لي يا علي سجاد يقول لي سجاد ابوك حسي ينجا وينه وجيت المجلس ساره مسموم مسموم يا سيدي ومولاي يا ابا الباقر تفضل شرب
إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة 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 والحسن والحسين، تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله. اللهم بباب الحوائج أبا الفضل العباس وأم البنين وموسى بن جعفر أقضي حوائج المحتاجين، لا سيما من سألنا الدعاء. اللهم بمريض كربلاء زين العابدين عافي وشافي جميع المرضى يا الله. اللهم بشباب القاسم وعلي الأكبر احفظ واستر على شبابنا يا الله. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين شيعة أمير المؤمنين نهدي لهم جميعا ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.